أعمال تشييد وبناء يشهدها المسجد الحرام لم يسبق لها مثيل، إذ يضيف ثالث مشروع لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها مساحة مقدارها الثلثين مقارنة بالمساحة السابقة للمسجد الحرام. مشروع توسعة الملك عبد الله حقيقة بنيت فكرته على مضاعفة أعداد المصلين واستيعابهم للمسجد الحرام، وكذلك مضاعفة المساحات. من المميزات هذه التوسعة أنه قلة أو عدم الحاجة إلى أعمال الصيانة. فمثلا الأبواب اللي صنعت من كانت من الفولاذ، حيث يزن الباب الواحد إلى 80 طن، ويمكن فتحه وإغلاقه أوتوماتيكيا من خلال غرف التحكم. التوسعة الجديدة بعد اكتمالها تصل بالطاقة الاستيعابية لأعداد المصلين إلى 1,800,000 مصلي، وبمساحة إجمالية للحرم المكي الشريف تقدر ب1.5 مليون متر مربع. الفكرة أوجدت قاعات للصلاة منفصلة بحيث سهولة إدارة الحشود داخل المبنى، كذلك الاستفادة وربط المبنى بالمواقع المحيطة به، سواء مبنى توسعة المطاف، سواء محطات النقل الخارجية. كذلك أصبحت الأدوار منفصلة بحيث تكون الحركة المصلين أفقيا وليس رأسيا. التكلفة التقديرية لأعمال التوسعة هذه رغم أنها تجاوزت حتى الآن مليارات الدولارات، إلا أنها لم تحدد بمبلغ معين كون أعمال المشروع مستمرة في التوسع والتطور. تعد هذه التوسعة أكبر توسعة للمسجد الحرام والمطاف بمكة المكرمة، خدمة لضيوف الرحمن ولتسجل مرحلة تاريخية جديدة. حمد المحمود، سكاي نيوز عربية، الحبل المسجد الحرام بمكة المكرمة.